نحن سعداء بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للمملكة المتحدة. السعودية تشهد أعظم وأهم تحول في تاريخها، ونحن هنا في بريطانيا نستعد للبريكزيت. وفي هذه الفترة تبرز أهمية العلاقات بيننا بأهمية أكبر من أي وقت مضى، وخاصة في جانب التبادل التجاري بين البلدين. فولي العهد الأمير الشاب يعمل على عصرنة وتحديث المجتمع السعودي وفق رؤية سعودية، ونحن لدينا مجالات نستطيع أن نقدم من خلالها ما تصبو إليه المملكة.